مرحبا، أنا فهد وأخذت سيارة من إيجارة. تدرون ليش؟ لأنهم بكل بساطة يشتروا لي السيارة اللي أبيها بنظام التأجير مع الوعد بالتملك، وطبعاً وفق الشريعة الإسلامية وبأسعار تمويل معقولة، ولأنهم يأمنون على السيارة تأمين شامل طول مدة العقد، والتأمين يشمل الحوادث لا سمح الله والحريق والسرقة والكوارث الطبيعية بعد. وفي حال صار معك حادث لا سمح الله، هم يتولون المطالبة مع شركات التأمين وأنت جالس في بيتك. ولأن شروطهم مرة سهلة ومرنة، يعني كل اللي عليك إنك تعبي نموذج الطلب في موقعهم الإلكتروني، أو إنك تتصل على رقمهم المجاني، أو تروح لأحد فروعهم وتأشر بس على السيارة اللي تبيها وهم يكملون الباقي. وإذا كانت أوراقك كاملة ما في أسرع ولا أسهل من إجراءاتهم. وأزيدكم من الشعر بيت، يوصلون السيارة إلى باب بيتك أو مكتبك إذا حاب، ومجانا. بصراحة خدمتهم تبرد الخاطر، ولأنها توفر لك خدمات الطوارئ، يعني لو تعطلت سيارتك في الطريق يسحبونها لأقرب مركز خدمة للوكيل. وحتى لو كان معك ركاب وتعطلت السيارة وأنت خارج المدينة، ينقلون الركاب لأقرب مدينة ووفروا لك سيارة بديلة لمدة 5 أيام. هذه غير الخدمات الثانية مثل تبديل الكفرات في حال البنشر، ولو احتاجت البطارية اشتراك يسوون لك اشتراك، ويعبون سيارتك بنزين يوصلك لأقرب محطة. مو بس كذا، يقدمون هالخدمات على مدار الـ 24 ساعة داخل السعودية ودول الخليج بعد. واللي يميز إيجارة أكثر هي خدماتهم بعد ما تستلم السيارة، مثل التفويض بقيادة السيارة خارج المملكة، تفويض سائق إضافي، السداد المبكر، الاستبدال وغيرها من الخدمات. وكل هالخدمات تقدم لك وانت جالس في بيتك أو في مكتبك.